يعني منها على سبيل المثال تعهدات زيادة الصادرات المصرية بنسبة 15% سنوياً خلال الفترة القادمة. أيضاً كبح جماح التضخم. التضخم يعني كما قال رئيس الوزراء بنعمل على مجموعة من الإجراءات خفض التضخم، وإن كان بيتوقع أو يأمن إنه بنهاية العام 2024 ينخفض التضخم إلى ما دون 20%، وفي 25 أيضا ينخفض التضخم إلى ما دون 10%، يعني وندرج رقم واحد. وبالتالي أيضا هناك ما يتعلق بضرورة في نفس الوقت أن يشعر المواطن في النقطة الأهم بتحسن شديد في جودة الخدمات التي تقدم له في كافة المحافظات، خاصة في التعليم وفي الصحة وفي المرافق والبنية الأساسية الأخرى بالفعل زي مياه الشرب وخلافه. كل دي تعهدات تقدمت بها الحكومة. أيضا زيادة السائحين الوافدين إلى مصر إلى 30 مليون سائح تقريبا بنهاية هذا البرنامج. يعني ختاما أستاذ عبد اللطيف، تصريحات واضحة وصريحة بتكليفات ومؤشرات رسمية أصدرها رئيس الوزراء للوزراء المعنيين في كل القطاعات، خلال 6 أشهر سنشهد هذا التطور في هذا العدد من الملفات التي تم الإعلان عنها، وده شيء في منتهى الإيجابية بأن في خطة زمنية بتوجيهات محددة، والهدف الرئيسي والارتكاز الرئيسي لكل هذه القرارات هو رضا المواطن على كل القطاعات بالدولة. أستاذ عبد اللطيف وهبة الكاتب الصحفي، بشكرك على وجودك معنا في أولى ملفات هذا الصباح.